الطبقات المختلفة اللي هي هتخدم على هذا المستثمر في المسافر. أنا باخد باختصار بس عشان نحط النقط كده سريع، ولو في حاجة عايزين نخش فيها نخش فيها بالتفاصيل. الراجل لما يجي يشتري هو قاعد بره، بيجي سنة، بيجي 3 أشهر في السنة، بيجي شهر في السنة، بيجي 6 أشهر، عايز يدفع فواتير المية والكهرباء والغاز والتليفون والإنترنت والضرايب العقارية وإلى من الالتزامات اللي موجودة عليه في مصر. ازاي يدفعها وهو في الخارج؟ عن طريق اول بنوك او التحويلات الايه اللي تقبلها هذه البنوك. النهارده شركه المياه هتبعت لي على مصر وانا قاعد مع في دبي، طب هيدفع في تركيا ازاي؟ فهي دي نقطه لازم ان نراعي بقى المستثمر لما هيخش ازاي. التحويلات اللي هو هيجيبها من بره، والتحويلات لو فرض ان هو اتعصب وقال لك انا عايز امشي او اختلف عن المستثمر بعد ما جاب فلوس وعايز يطلع تاني بنفسه.